كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نزار مرحبا بك على كافان كاتر تي في. الله يبارك فيك أخويا الله يحفظك. نزار مبروك عليك الخطوبة. الله يكبر فيك أخويا. واخا نزار عودنا على القصة التعارف ديالك مع ندى حسي واش كتبغيها؟ نجاوبك على السؤال الأول. التعارف ديالي مع ندى حسي كانت شبه مستحيلة. المغاربة كاملين ما كانوش متوقعين غادي يكون الزواج ديالي بينه وبين ندى، لأنهم كانوا كيشافوا ندى في جهة وأنا في جهة، وأنا صراحة كان عندي واحد الأمل غادي نتلاقى مع ندى. نقدر نعاود لكم من الأول، هذا قبل 3 سنين أنا كنت كندير عليها غير الفيديوهات، وكان عندي أمل أنني غنتلاقى معها شي نهار، وبعد ما تلاقيت معها كان عندي أمل أنني غادي نخطبها شي نهار، ومن بعد جا هذا الأمل هذا وقلت عاوتاني غادي نتزوج بها، والزواج جاي في الطريق بعد ما غنجيب والدي وغنخطبوها من دارهم، وبزاف ديال الطموحات غيكون بينه وبينها. اما بخصوص واش كنبغيها، راه طيحت كرامتي قدام الكبير والصغير، بس لا يديها قدام الناس كاملين، وهادشي بحد ذاته راه حب. كيف كتجيك الشخصيه ديالها؟ انا صراحه ندى ما عمرني شفت شي وحده بحالها. علاش كتقدر تسير راسها غير بوحدها؟ انا اللي راجل وما نقدرش نسير راسي بزاف ديال الامور، وكنشوف ندى كدير شي حوايج اللي الف راجل ما يقدرش يدير بحالهم. اذا اي واحد غادي يتمنى واحده بحال ندى، وانا عندي الزهر، هادشي اللي نقدر نقول لك. الابنه ديال ندى اذا قالت لك شي نهار بابا، شنو يكون الشعور ديالك؟ غادي نفرح بزاف لحقاش يلاه عندها شهرين، لان بنتها كنعتبرها بحال بنتي، وانا ما كرهتش كاع ديرها في الحاله المدنيه ديالي، ما عنديش مشكل. طبعا كنشوفوا هذا الحب يعني اللي هو من الاحاسيس كيخرج نزار. ندى من بعد الزواج واش تخليها انها تعمل الحجاب او تخلي لها الحريه الشخصيه ديالها؟ هادشي كون تزوج بشي وحده من غير ندى نقدر نسد عليها الباب ونقدر نفرض عليها الحجاب وبزاف ديال الحوايج. انا ندى تيق فيها ثقه عمياء، شي تريح مع راجل ما تنويش نيه خايبه، ولو داك الراجل ينوي شي نيه خايبه تصرفقوا. انا ندى ريحت معها عن قرب وعرفت كيفاش دايره، وخلاتني نثق فيها بعيني مغمضين، وهادشي ما كاينش بانني كنبغي راه نقدر نصبر لها بزاف ديال الامور، لا، دارت شي حاجه راه غنغوت عليها، درت غلطات راه من حقي انني نوريها طريق الصواب وطريق الغلط. ولكن ندى انا راه تيق فيها واحد الثقه عمياء، والله القسم ما تنويش نيه خايبه مع شي واحد غير كاشيو على هاد القضيه هادي. ندى كتبغيك؟ حاليا ما كتبغينيش، ولكن انا عزيز عليها، ولكن هي قالت لي الحب كيجي من بعد، يعني انا كنبغيها وهي عطاتني فرصه باش نخليها تولي تبغيني، وهادشي طبيعه الحال، يعني بعد ما غادي نتعامل معها مزيان ونوفر لها داكشي اللي بغات وتلقى في داك الشخص اللي كانت كتمناه. ما راه مزوجه جوج رجال وما صدقوش لها، والراجل الثاني الله يعمرها دار، يعني صراحه نقدر نقول لكم الله يعمرها دار بلا ما ندخل في الموضوع. الاب ديالك والام ديالك شنو كيقولوا في الزواج ديالك بنادم؟ والام ديالي اش غنقول لك، الام ديالي كتقول لي سير ولدي لك انت مرتاح مع الله يسهل عليك، وبعد ما غادي تمشي ندى الخميسات راه غادي نجيب الوالد ديالي والوالده ديالي باش نخطبوها من دارهم. تمشي عندهم الخميسات؟ طبيعي الحال غنمشي عندهم الخميسات باش نخطبوها من دارهم، لان هاد اللحظه هذيك كنتمناها من قديم. راه طبيعي الحال غادي نمشي ندي والدي وغادي نخطبها من دارهم. يعني غادي دوزوا رمضان مع بعضكم ان شاء الله. وانا ما كرهتش، انا مع نمشي نديرو خطبه وزواج، بغي نضرب العقد انا في اقرب وقت. وكدون زعما ندى تبغي تجوج غير هيدا ما تملا عرس لا حتى شي حاجه؟ يا ندى يعني داكشي طالع لها في الراس. بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش واحد الحاجه على ندى، ندى راه ماشي طماعه كيف ما كيتسحب لكم، وندى ماشي ديك السيده المتكبره كيف ما كيتسحب لكم. والله القسم الا واخا الهضره ما خاصنيش نقولها، بعض المرات كنشرب غير الريبي بحال هكذا من فمي، كتجي كتشرب حتى هي شي لعيبه كناكلها بيدي كتجي كتاكل حتى هي. اذا فين هي داك التكبر اللي كيقولوا عليها الناس؟ ندى يعني قالت لي ما عندنا ما نديروا بالعرس، انا دوزت جوج رجال وبزاف ديال الامور، ولكن ما عنديش مشكل نديروا العرس، يعني اي حاجه بغات ندى انا راه مستعد نديرها، ما عنديش مشكل. تبارك الله عليك نزار. قبل ما نختموا معك بغيتك شي كلمه تكون مختصره في حق ندى حسي. والكلمه اللي غادي نقول ندى حسي، انا بغيت تبغيني في اقرب وقت لحقاش عطاتني فرصه، قالت لي الحب غادي يكون بعد الزواج، بعد ما نتزوجوا انا وياك راه غادي نولي بغيك كيف ما بغيت الرجال اللي تزوجات بهم، لان راه الرجال من حقها انها تبغيهم. انا بغيت نقول لك عافاك حبيبه ديالي، لما بغيني في اقرب وقت لحقاش كنتعذب من اللي انا كنبغيك وانت ما كتبادلينيش نفس الشعور، واخا غادي نتزوجوا انا باغيك تبغيني. تبارك الله عليك نزار. كلمة أخيرة.
كلمه اخيره بغيت نقول للناس اللي كيقولوا لي عمرك ما غادي توصل للنهضه، عمرك هادي عمرك هادي، بغيت نقول لهم انا دابا وصلت ليها، وهادشي ما كاينينش بانني انا راه واعر ولا انني هادي، لا غير بغيت نسد لكم فمكم، وما عمركم ما تقولوا شي حاجه ما متاكدينش منها. ودوك الناس اللي كيقولوا انت اختاريت واحد بحال نهضه انت هادي، الا كان الله سبحانه وتعالى كيوصي بالستره، الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا حنا كاملين وكيوصي بالستره، انت شكون بالسلامه؟ علاش غنتبع كلامك؟ راه الله كيقول من ستر مسلما في الدنيا ستره في الاخره، اذا علاش غنتبع كلامك انتيا؟ سير غنخسر الهضره ما نكذبش عليك. الله يهديكم الله يهديكم، هادشي نقدر نقول لكم، هذه الكلمه الاخر ديالي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.